أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد والمهم على قناتكم الهجرة الشرعية. اليوم سنتكلم عن دولة في أوروبا وضمن دول الشنغن وكل ما يتعلق بملف التقديم على تأشيرتها، وبوجه الخصوص بالنسبة للجزائريين. هذه الدولة هي هولندا، وهي دولة صغيرة تقع بين بلجيكا وألمانيا وتطل على البحر شمالا. عدد سكانها يبلغ حوالي 17.4 مليون نسمة، وهي دولة مزدحمة ومكتظة بالسكان. عاصمتها هي أمستردام، وهي مشهورة بمتاحفها الفنية المعروفة عالميا، وبها يوجد أكبر ميناء في أوروبا. هولندا تعرف أيضا باسم الأراضي المنخفضة، ولغتها الرسمية هي الهولندية، ولكن حوالي 90% من الشعب الهولندي يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. أما فيما يخص ملف تأشيرة هولندا فيكون باللغة الهولندية أو الإنجليزية أو الألمانية، وتقدر رسوم التأشيرة ب80 أورو، وهي عموما كباقي الدول الشنغن الأخرى. فالملف يجب أن يحتوي على ما يلي: جواز سفر ساري الصلاحية، صورة شخصية جديدة مقاسها 3.5 في 4.5 سنتيمتر مع خلفية بيضاء، نموذج طلب فيزا شنغن يتم تحميله على شكل PDF من الموقع الرسمي وتملأه بعناية وتوقعه، وسأترك لكم رابطه في صندوق وصف هذا الفيديو لكي أسهل عليكم المهمة، وأيضا حجز فندق مؤكد أو مدفوع، وكشف الحساب البنكي لثلاثة أشهر الأخيرة بالأورو، وبه مبلغ معقول حوالي 1200 إلى 1500 أورو، تأمين عن السفر لدى أي وكالة لدول الشنغن والذي يغطي 30,000 أورو، وأيضا حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة ويكون مؤكد، وهذه وثائق تخص جميع الفئات. وإذا كان الشخص موظف فطبعا يجب أن يكون أيضا هناك شهادة عمل وشهادة انتساب للضمان الاجتماعي كناس، وكشف الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة، وأيضا بما يعرف بتيتر دو كونجي أو رسالة توضيح من عند العامل. أما بالنسبة للتجار فيجب أن يكون ملفه يحتوي على السجل التجاري، أي إثبات تسجيل شركته لدى الجهة التي تدير السجلات التجارية، وأيضا شهادة لانتساب الضمان الاجتماعي، ووثيقة رسمية تذكر رقم الأعمال، الإقرار الضريبي والمعروفة باسم وثيقة C20، وأخيرا كشف الحساب المصرفي للشركة.
وبعد تكوين الملف وتكون الأوراق الرسمية باللغة العربية مترجمة كما قلنا إلى اللغة الهولندية أو الإنجليزية أو الألمانية، وكل ورقة ستقوم بإرفاقها بصورة طبق الأصل لها وتدفع بملفك. مدة معالجة الملف يكون عموما في 15 يوم، إلا أنه قد يصل أحيانا إلى 30 أو 45 يوم كحد أقصى. وبعد حجز موعد للدفع بملفك، والمواعيد متوفرة حاليا، فيمكنك الحجز لوحدك أو التوجه إلى وكالة من وكالات الأسفار وتدفع حوالي 3000 إلى 4000 دينار جزائري. ولكن إن كنت تتقن ولو القليل من هذه التقنيات، فسأترك لكم رابط لموقع VFS Global لتأشيرة هولندا في صندوق وصف هذا الفيديو، فيمكنك الحجز لوحدك. هذه كانت كل المعلومات لفيديو اليوم. أرجو أن يكون هذا الفيديو أعجبكم وأفادكم. إن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة إن لم تشتركوا بعد. الروابط سوف تجدونهم في صندوق وصف هذا الفيديو. إلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.